رشي توصي كي الناس بغاو يهضروا معاك يا كي صباح الخير علي سزا. صباح الخير علي من مدينة الرباط عايش فرنسا في لاغوشيل. مرحبا علي. عيد مبارك سعيد. انا عليك اخويا بصحه باش بيتي علي. علاش بغيت تقول رشيد توصي؟ انا عليكم اخويا مومو. بغيت نقول رشيد توصي بانك احسن مدرب في العالم وكنتمناكم صافي لوند من 97 كنتمنى ان رشيد توصي يولي في الاداره الوطنيه اللي كيستاهل وعنده الكفؤات واحسن بكثير من المدربين الاجانب. الروح الوطنيه الغيره على البلاد تبارك الله عليك وكنت فيليسيتاسي العائله ديالك كامله ديال سيدي قاسم وكنحييك بزاف 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 بزاف. والعمل بسيط يعني مثال بسيط على الجيش الملكي. انا كمحب بالجيش الملكي وكنحماق على الجيش. الوالد ديالي دايوغ مينيتير اونسيان سولدا. يعني كنشوف العمل ديال رشيد سي رشيد توصي جا الجيش بدل الجيش جا المنتخب عطانا الاداره عطانا الروح عطانا بزاف الحوايج ما نقدرش نعبر. صافي اينا وانا تنتسنى الطوموبيل ديالي حبس سكت الراديو باش نهضر مع رشيد توصي. شكرا شكرا وعيد مبارك سعيد ليك والعائله. علينا وعليكم السي رشيد وكنتمناكم. عندي واحد السؤال الا كان ممكن. تفضل علي. السؤال ديالي هو اسم المسيره ديال الجيش الملكي لمصلحه المنتخب الوطني الاولى بيان سير مي كنتمناو تبقى شاد المنتخب والجيش باسكو الجيش اللي كانت قويه كيكون منتخب قوي بشهاده المغرب كامل من طنجه للقويره. يعني ليبوك ديال لي زاني 80 مي كانت لي فار توب في القمه كنعطي 7 8 لعابه سعود ماشي حيت كنبغي الجيش كاين الرجاء كاين الوداد كاين المغرب فازي فيه الفت والمغرب كامل عطي فيه الكره ميم اي طار وطني الا بقى شاد المنتخب وشاد الجيش انا جوج سيغتا نمشيو مزيان. عرفتي شكون اللي حدايا سي علي؟ وي عرفتي شكون اللي حدايا؟ شكون اللي حداك الصراحه؟ من داك الورد ديال الجيش في هاد الثمانيه اللي قلتي كانوا منتخب وطني مع حدايا سي سعد الدحان. دحان تبارك الله على سي سعد الدحان كاين هذه الصمادي كنوجد ليه التحيه وكنبارك لهم العواج وزعما بصراحه 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 ما كيمشيوش الهضره باسكو التحيه ديال الجاليه كامله الناس في فرنسا والناس لاغوش درنا لافيت بسال الماتش وكنا متفائلين بالطريقه باش كتهضروا وبطريقه باش كتهضروا مع اللعابه وتبعنا الجزئيات بعدا ما كانش عندي الظروف انني ما كانش ليا نجي للمغرب. تفرجت في الماتش ديال الجزائر في المغرب ولكن كانوا كيضحكوا عندنا باسكو الجامعه والناس اللي كانوا جابوا كاريث مطوي وداك الصفحه بان كاريث ماشي في مستوى وماشي مدرب اللي ما غايوصلش رشيد توصي حتى الجزء حتى 50% ديال السي في ديالو الاخلاق والغيره على البلاد ومالوغوزمون حنا ديما عندنا ديك النظره ديال الاجنبي احسن من ولد البلاد. مي رشيد توصي تبات العكس والزكي بدا الزكي خير من جد ليه الثاني وعيد مبارك سعيد وداك الشيء اللي عطى المنتخب 2004 ما نساوش حنا كاع مغاربه كنحماقوا على الزكي وسي بيان سير رشيد توصي لا يعلى عليه لا يعلى عليه. زعما مع احتراماتي للمدربين كاملين المغاربه ولا العرب زعما مدرب في الكيف في المستوى في مستوى جميع المغاربه كيحماقوا عليك السي رشيد من فرنسا من بلجيكا الاصدقاء في العالم كامل كيحماقوا عليك وكنتمنوا لك التوفيق وبون شونس وتسال بزاف 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 وربي معاك وقلوبنا معاك في اي ماتش وحنا نبقاو معاك جيسكو اوبو. تتمنى للجميع يخليوك تخدم سيتادير انت اللي تاخذ قرارات كل واحد يتحمل المسؤوليه ديالو. يعني رشيد توصي كمدرب نعطيه الفرصه ديالو ونخليه يخدم كيموت عليك هذا رشيد عيط السطاد مشارجي كيفاش خويا موتيفي انت علي انت عزيز عليك رشيد. لا زعما كان انا مغربي وكنحماق عرفتي تيماجين في مايا جامي مي با باغلي فرونسي عايش فرنسا ديو قلت لك ما تيماجين مي با فيك سميتو كاريس كنا كنبكيو وقعوا دي بروبليم كنا اوليتي دوشي الجاليات كاملين كيهزوا الدرابو ديالهم حنا كنا ديما طايحين بروميا تور خرجنا منه غير يعقل بالنجوم اللي عندنا غير يعقل. رشيد توصي في الظرف واجيز خلاص مي المسؤوليه كانت مستحيله امبوسيبل تجيب مدرب خاطر بجوج وتعطيه الضغط ولعبوه في مراكش وكان الحمد لله بان العمل ديالو بان ومرضي والديه اون بليس واخلاق نبيله بزاف بزاف والعمل جدي والدبلومات كلشي غني على التعريف. انا كنت كنتمنى زعما صافي تخي لونتون ملي كان المرحوم زروالي فوزي البرازي ملي كنحماق على رشيد توصي يعني ملي كان كيشاد المنتخب الاولمبي الخير دليل بدا لاكوب في مكناس الا ما خطاش يعني في 97 دينا لاكوب ديال لافريك مع المنتخب الاولمبي ولا بلي باغت اللعابه كان رشيد توصي يكون بقى معاهم الماضي لا يعاد. برافو عليك شكرا لك علي اخويا مو في تخو طار مي كانوا لعابه في مستوى اللي وقفهم سي رشيد ومنهم المرحوم رشيد هشام زروالي اللي بعد المناسبه كان وجه التعازي الحاره العائله ديالو ولاعب كان كبير 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 بزاف كبير ديما في قلوب المغاربه وكنرحمو كنوجهو التحيه وكان العزو ديالي اللاعب اللي جوبونس في الماتش ديال الفتح ولي فار كنحماق على لي فار ديالنا 3 بوان ولكن ماشي مشكل كضع عندنا واحد الاخ في الرياضه المغربيه اللاعب ديال اللي كان في خريبكا وكان في لي فار راك حافظ علي يعني بعدنا وكان المورال طايح وقدي وتبليسه وعندي الاخ ديالي نرجع معاه علي البير سيتي كيل مينوت ديال لونكونتر شي من دقيقه وي خويا شي من دقيقه فاش تبليسه شي من دقيقه ديال دقيقه شحال المباراه فاش تبليسه لا ما سمعتكش مزيان شي من دقيقه فاش تبليسه في الماتش ديوي
ما عرفتيش شنو دقيقه وي ما كملش الماتش اكزاكتومون. انا تفرجت فيه من فرنسا اون بليس والاخ ديالي راه ديما في التيران. تفرجت من فرنسا وتفرجنا فراشي توسي من فرنسا وخرجنا درنا لا فيت بربوكا وديما المغرب والدرابو مهزوز ديما راشي توسي والله المغرب ديالنا كنحماقوا على المغرب. وما نساش واحد تحيه الملك الاحسن الريادي في العالم محمد السادس الله يخليه لنا. الله يحفظك اخويا علي. احسن مالك في العالم وعندنا احسن مدرب ويا با دغيزو ما نوصلوش الا ما ديناش هاد الكوب دافريك جو سوي في تاع عرفتي توصل خلاو يخدم الا خلاو يخدم جمع الجامعه والناس اللي مسؤولين بالرياضه وكيبغيو البلاد الا خلاو راشي سي راشي توصي يخدم غيجيب لنا كاس افريقيا راه سي سيغتان ماشي انا مبالغه ولا مجامله. الا خلاو ان شاء الله ان شاء الله يخدم ويخدم كيفما الطريقه ديالو كيخدم بالمعقول ديالو بالصرامه والجديه راه غادي نديو لا كوب دافريك. انا كان واحد مغاربه زعما رانا ريادي وغادي نجيبو كاس افريقيا غير عقل هاد البلاد ما نجيبوش فيك من السبعينات غير يعقل. اللعابه اللي دازوا عندنا اللعابه اللي دازوا في المغرب اللي الفلوس اللي ديبونسينا على لي زونترينور حنا كنجيبو ولاد البلاد كنعطيو 14000 ولا 100000 بس ان شاء الله كلشي يكون بخير اخويا علي. رشيد بغيت تاخذ معك في المنتخب ديما هذا موتيفاسيون هذا دير شوف تبارك الله هذه تري موتيفاسيون جمع اللعابه والقوه شوف علي تهضر معاهم هادو هما اللي كيعطيونا حنا الحماس والديناميكيه باش حنا نشتغلوا باش نرضيوهم ونرجعوا له. وسي علي واحد منهم والمغاربه كلهم ان شاء الله ان شاء الله نتمنى نكونوا يعني في مستوى ان شاء الله ان شاء الله 100% هيت راديو هيت راديو